الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره على فضله ونسأله المزيد من خيره وبره، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ونسأله أن يوفقنا للأعمال الصالحات وأن يهيئ لنا الدعوات المستجابات، وأن يجعلنا من أهل كتابه عملاً وحفظاً وقراءة وتدبراً. وبعد، فلازلنا في قراءة سورة يونس، ولعلنا أن نقرأ آيات من هذه السورة، لعل الله جل وعلا أن ينعم علينا بفهمها وتدبرها وأخذ الأحكام منها. فليتفضل القارئ بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يذكر الله جل وعلا في أوائل هذه الآيات فضله على الخلق، ونعم الله كثيرة متعددة على الناس، وسواء كانت فيما يتعلق ببدن الإنسان أو كانت فيما يتعلق بالكون.
فإن لله المنن العظيمة والفضائل العديدة على الناس. وانظر يا أيها الإنسان في بدنك، كم لله عليك من نعمة جعل هذا البدن يوازن ليجلب لنفسك أحسن حالاته. فانظر في درجة الحرارة، لو زادت درجة أو نقصت درجة لاختلت موازينك. وانظر في مقياس السكر، لو زاد قليلا أو نقص لأثر في بدنك. وانظر إلى مقياس الضغط، وانظر إلى مقاييس متعددة، لو زاد الماء في بدنك شيئا يسيرا لهلكت، ولو نقص لهلكت، لو لم يدخل الطعام لهلكت، ولو لم يخرج فضلته لهلكت. فكيف قد جعل الله لك في هذا البدن من النعم العظيمة؟ وانظر إلى أعضائك على تفاوتها واختلاف وظائفها، كيف في هذا البدن الصغير تؤدى هذه الوظائف الكبيرة، ومن ثم نستشعر نعم الله علينا. ونعم الله تفوت على الناس ويشاهدونها في الحياة، فيتبلد إحساسهم لكثرة ورود هذه النعم، فيظنونها أمرا لازما لا يمكن أن يتخلف. ومن تلك النعم ما جعله الله جل وعلا من الليل والنهار، فإنه سبحانه من إحسانه بالخلق أن جعل لهم الليل ليسكنوا فيه. وهذا يتضمن أن الليل فيه الظلمة التي تناسب السكون، ثم هذا الليل قد تعودت الأبدان وسارت على أنه وقت الراحة، بحيث أن من ترك راحة البدن وسكناه في الليل أثر ذلك على صحته، وفي المقابل جعل النهار مبصرا. فانظر كيف يتغير حال الكون في اليوم الواحد ما بين النهار والضوء المشرق وما بين الليل المظلم. فالأول يشتغل الناس فيه بمعايشهم، والثاني تسكن فيه أبدانهم. فهذه آيات عظيمة ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيها. فمن كان له سمع صحيح يستفيد من سمعه، فإنه سيستفيد من هذه الآيات ويتفكر فيها، ويدعوه ذلك إلى أن يعترف بنعمة الله، ومن ثم يفرد الله جل وعلا بالعبادة. ومع أن الله ينعم على العباد ويعطيهم الخيرات المتعددة، إلا أنهم يكفرون نعمه فينسبونها إلى أنفسهم أو إلى غيره، وهكذا ينسبون إلى الله ما لا يصح أن ينسب إليه، مرة ينفون تصرفه في الكون، ومرة يقولون بأن ما يقع في الكون من آيات عظيمة نتيجة طبيعة أو غيرها، ومرة نجدهم يصفون الله بالأوصاف السيئة. ألم يصف الله بالفقر وبالبخل، وقالوا بأن يده مغلولة، وقالوا باتهامات كاذبة. ومن اتهاماتهم أن نسبوا إلى الله جل وعلا الولد، مع أنه سبحانه وتعالى قد أخبر بأنه لم يلد ولم يولد جل وعلا.
قد جاءت الآيات ببيان سوء هذه المقالة التي يقولونها وبإقامة الأدلة على بطلان هذه التهمة الكاذبة. قالوا اتخذ الله ولدا، فمرة قالوا بأن عزيرا ابن الله، ومرة قالوا المسيح ابن الله، ومرة قالوا الملائكة بنات الله، ومرة قالوا بأن بعض المخلوقين ينسبون إلى الله، حتى جاءت المقالة الفاسدة فقالوا كل ما في الكون فهو مظاهر لوجود الله تعالى الله عن مقالتهم. وقد رد الله جل وعلا في هذه الآيات هذه المقالة بأنواع من الأدلة، فقال سبحانه بمعنى أنه تنزه عن هذه المقالة الكاذبة والدعاية المزيفة، ثم أقام الأدلة. فأول ذلك أنه غني. نحن نحتاج إلى الأولاد لأمرين: ليساعدونا في أمورنا ويقوموا بحوائجنا الدنيوية، وليستمر بقاؤنا بعد موتنا ببقاء ذكرنا. ولكن الله غني وهو باق أبد الآباد، لا يزول جل وعلا، ومن ثم لا يحتاج إلى ولد يساعده ولا إلى ولد يبقي ذكره بعده، ومن ثم لا حاجة لأن يكون له ولد. ولذا قال سبحانه هو الغني. فإذا كان ابن آدم يفخر بوجود الولد له فذاك لحاجته، وأما الغني سبحانه فإنه لا يحتاج إلى ولد. ثم عندنا دليل آخر، ألا وهو أن نحتاج إلى الولد لتزداد مكاسبنا ويكثر مالنا بأن يشتغل معنا، لكن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ومن ثم كل ما في الكون فهو مملوك له جل وعلا، ولا يحتاج إلى من يساعده في تملك هذا الكون. ثم أقام دليلا ثالثا فقال لهم أعطوني الدليل الذي يدل على هذا، فإنه لا يصح لنا أن ننسب إلى أحد ولدا إلا إذا قام الدليل على أنه ولد له، وبالتالي من لم يقم الدليل على دعواه بإثبات الولادة فدعواه مردودة. ومن هنا قال إن عندكم من سلطان بهذا، أي هل يوجد لديكم دليل يدل على مقالتكم الفاسدة بنسبة الولد إلى الله جل وعلا؟ ثم قال أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي تتبنون مقالات مزيفة لا تعلمون حقيقتها، ولم يقم عندكم دليل على إثباتها، ومن ثم لتخشوا من أن تكونوا ممن يكذب على الله. ولا تظنن أن هذه الدعوة التي ذكرت في هذه الآيات دعوة سهلة، بل قد انطلت على خلائق كثيرة نسبوا إلى الله الولد. ولذا قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي أولئك الذين ينسبون إلى الله مقالات باطلة غير صحيحة، فليخشوا على أنفسهم، فإنهم يفوتون على أنفسهم فرصة الفوز والفلاح. صحيح قد يكون عندهم استمتاع بشيء من أمور الدنيا، ولكنه
نعيم مكدر. ولذا قال متاع في الدنيا، ولكن سيعودون إلى الله بعد البعث فيحاسبهم على أعمالهم ومقالاتهم، ومن ثم ينالون العقوبة الشديدة والعذاب الأليم بسبب هذه المقالات. ثم فقال ثم إلينا مرجعهم، أي يعودون إلى الله للحساب والجزاء، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وفي هذا حذر الإنسان من الآخرة واستعداده لذلك اليوم. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من قصص الأنبياء السابقين، وابتدأهم بقصة نوح عليه السلام. فنوح أول الرسل، ونوح قد جاء ولا يوجد في الكون إلا قومه، وكانوا على التوحيد بعد آدم سنوات طويلة وقرونا متطاولة، إلا أنهم تركوا التوحيد وبدأوا بالشرك. وأول ذلك أن صالحيهم ماتوا في زمان متقارب، فوضعوا لهم صورا وأشكالا على هيئتهم من أجل أن يتذكروهم، ومن أجل أن يتذكروا ما كان يصدر منهم من مواعظ. وحينئذ تطاول الزمن، فلما جاء من بعدهم قليلا قليلا عظموا هذه الأصنام، وإلى أن وصل الأمر إلى أن يسجدوا لها ويعبدوها من دون الله، ويطلبونها حوائجهم، ويظنون أنها تنجيهم وتستجيب لدعواتهم. فأرسل الله جل وعلا نبيه نوح ليدلهم على التوحيد ويعيدهم إلى الملة الحقة، فجلس فيهم قرابة الألف عام يدعوهم إلى الله ويذكرهم بواجب عبودية الله، ويقيم الأدلة على ذلك، وجاء معه من البينات والبراهين، إلا أنهم لم يستجيبوا لدعوته، فنزل العقاب الشديد بهم حيث عم الطوفان الأرض، فهلك هؤلاء المعاندون المكذبون لأنبياء الله المشركون. ولذا أراد الله جل وعلا أن يذكر الناس هذا النبي الكريم ليكون هذا من أسباب صلاح، من أسباب تذكرهم لدعوة التوحيد، وأن من كان في سفينة التوحيد فإن الله ينجيه من البلاء ومن الشر مهما كاده الناس جميعا. فلو اجتمع أهل الأرض وعلى كافة قبائلهم ومواطنهم وكافة ما لديهم من قوى وأسلحة من أجل أن يوقعوا ضررا بأهل التوحيد، فإن الله جل وعلا يعصمهم ويبعد عنهم الأذى. وإنما يصاب الإنسان من نتيجة عمله هو، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولم يقل بقوة أعدائكم ولا كثرة عددهم ولا عددهم ولا بمهارتهم وتخطيطهم، وإنما الأمر يعود إلى الإنسان. قال تعالى واتل عليهم، أي اذكر لهم قصة نوح واقرأ عليهم نبأه وخبره عليه السلام، وذلك أنه دعا قومه للتوحيد فلم يؤمنوا له، وتوعدوه بأن يخرجوه وبأن يقتلوه،
فتحداهم وقال يا قوم إن كان مقامي إن كان قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، مقامي يعني دعوتي للتوحيد وطلبي منكم أن تستجيبوا لنداء الله، إن كان هذا المقام مقام التذكير بالتوحيد قد كبر عليكم أي شق عليكم وأصبح ثقيلا على نفوسكم وأصبح تذكيري لكم بآيات الله غير مقبول عندكم، وفحينئذ فعلى الله توكلت أي اعتمدت على ربي في حمايتي منكم، فكنت أطلب من الله أن يتولى شأني، وحينئذ إذا كان الله معي فلن تستطيعوا أن تنالوني بأدنى شيء من الأذى، ولذا قال فأجمعوا كيدكم، قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي جميع ما لديكم من القوة أحضروها وأحضروا عددكم جميعا ومعبوداتكم التي تتوجهون إليها أجمعوها جميعا، وحينئذ لا يكون أمركم عليكم غمة أي لا يكون أمركم ملتبسا غير واضح المعالم، بل إذا كان ما لديكم من القوى قد جمعتموه فأتحداكم أن تنالوني بسوء، ولذا قال ثم قضوا إلي ولا تنظرون أي إذا جمعتم قواكم وما لديكم من قدرات فحاولوا أن تخالفوا ما وعدني الله به من حفظي منكم ولا تتأجلوا ولا تتأخروا ولا لساعة واحدة، فأجمعوا اقضوا إلي ولا تنظرون أي لا تؤخروني لحظة واحدة إن كنتم صادقين، وهذه آية عظيمة أن يتحداهم وهو رجل وحيد ولم يؤمن معه إلا قليل، ويتحداهم لا بالاستناد إلى قوته وإنما مستندا إلى الله، ويقول أتحداكم أن تضادوا قوة الله جل وعلا، ثم قال فإن توليتم أي أعرضتم عن دعوتي وأعرضتم عن هذا الدليل العظيم وهو عدم قدرتكم على إلحاق الأذى بي مع كثرة قواكم وكثرة عددكم، فتأملوا في حالي أنا لا أدعوكم إلى نفسي أدعوكم إلى الله، ولا أطلب منكم أجرا دنيويا ولا ثوابا على هذه الدعوة التي دعوتكم، فما سألتكم من أجر أي لم أطلب منكم أجرة على دعوتي إليكم في التوحيد، فإن أجري على الله، فهو جل وعلا الذي يتولى إعطائي الثواب على دعوتي لكم، وقد أمرت وجاني التوجيه الإلهي بأن أكون من المسلمين الذين أسلموا وجوههم إلى الله فكانت نياتهم خالصة لله جل وعلا، استمروا في طريقتهم في تكذيبه وعدم الالتفات وعدم الاستجابة لدعوته، فحينئذ جاء الأمر الإلهي بإغراق هؤلاء المعرضين وإنجاء المؤمنين، قال فنجيناه أي أبعدنا عنه العقوبة ولم يصله الغرق ومن معه من المؤمنين، وذلك أن الله أمره بصنع السفينة العظيمة التي ركب فيها وركب معه من آمن معه وأركب معه من كل
نوع من الحيوانات زوجين اثنين وجعلهم خلائف، أي أن الله قد جعل نوحا ومن معه يخلفون من كانوا على الأرض، فأصبحوا جميعا من في الأرض. وبارك الله في ذرية نوح فانتشروا في الأرض. وفي المقابل جاء الهلاك لأولئك المكذبين بالطوفان العظيم والغرق الكبير، وذلك أنهم كذبوا أنبياء الله وكذبوا بآيات الله وعلاماته البينة الواضحة. قال: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي ليتأمل الإنسان في عاقبة هؤلاء الذين جاءهم النبي منذرا فأنذرهم وقامت الحجة عليهم فلم يستجيبوا فنزلت بهم العقوبة التي استأصلتهم ولم تبق منهم أحدا. والعاقل من تأمل في وقائع الكون، والسعيد من وعظ بغيره. فمن كان مخالفا لأنبياء الله غير مستجيب لدعواتهم فلا يأمنن على نفسه أن يصيبه ما أصاب الأمم المكذبين. ثم قال: ثم بعثنا من بعده، أي أرسل الله أنبياء بعد نوح، وذلك أن قوم نوح كانوا جميع من في الأرض، ولكن بعد نوح تفرقت الأمم وأصبح هناك أمم مختلفة ببلدان متعددة، ولذا أرسل الله إليهم أنبياء متعددين، في كل قوم يرسل الله نبيا يدعوهم إلى التوحيد وإلى الرجوع إلى الله تعالى. ولذا قال: ثم، أي بعد عصر نوح عليه السلام، أرسل الله جل وعلا رسلا، أي أنبياء، إلى قومهم، كل واحد يرسل إلى قومه يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، فجاؤهم بالبينات، كل واحد من هؤلاء الأنبياء معه دلائل وبراهين وأدلة تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة وتدل على صدق ذلك النبي، ولكن سنة الله ماضية في أنه يقيم الحجة على المكذبين ثم يستمرون في تكذيبهم فتنزل بهم العقوبات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي أن سنة الله ماضية في كون هؤلاء الخلق أو في معظمهم لا يستجيبون لدعوات أنبياء الله مع قيام الأدلة والبراهين، وحينئذ تنزل بهم العقوبة. وشواهد هذا قد ذكرها الله جل وعلا في مواطن من كتابه: فأين عاد، وأين ثمود، وأين أصحاب الحجر وأصحاب الأيكة، وأين قوم لوط، وأين وأين من أخبار ذكرها الله جل وعلا في كتابه. وسنة الله ماضية في أن من لم يرد الله له الهداية فإن قلبه يختم عليه، ولو جاءته أعظم الأدلة وأكبر البراهين. وسبب هذا الختم على القلب عائد إلى الإنسان في نفسه، فإن العبد متى كان معتديا، سواء كان اعتداء في حق الله أو اعتداء في حقوق الخلق، فإنه يطمس على قلبه ويطبع عليه ويختم، بحيث لا يستجيب لدعوات الحق والهدى.
فهذه آيات كريمة من سورة يونس فيها عدد من الفوائد، منها منة الله على العباد بالخيرات الكثيرة المتتابعة، ومنها ما قد لا يستشعرون عظم فائدته كجعل الليل والنهار. وفي هذه الآيات أن الأصل أن الليل يجعل للسكن ولراحة البدن، وقد استدل بهذا على أن من عنده أكثر من زوجة فإن عماد القسم بالنسبة له هو الليل. وفي هذه الآيات جعل النهار مبصرا ليتمكن الناس من أعمالهم ومعايشهم. وفي هذه الآيات الدعوة إلى التفكر في الأدلة والبراهين، سواء كانت قرآنية أو كانت كونية، من أجل أن يأخذ منها العظة والعبر وأن يستخلص منها النتائج. وفي هذه الآيات شناعة نسبة الولد إلى الله جل وعلا، حيث إن هذا الكلام من أبطل الباطل. وفي هذه الآيات تنزيه الله جل وعلا عن المقالات الفاسدة، وأن الرد على الملحدين ومن ينسب إلى الله أمورا لا تصح نسبتها إليه من أفضل الأعمال وأفضل القربات، فأولئك الذين عندهم عقائد فاسدة ما بنفي قدرة الله أو بنفي أسمائه أو بنفي صفاته، فإن الرد عليهم من اتباع الطريقة القرآنية، ومما ينال الإنسان به الأجر والثواب. وفي هذه الآيات كمال غنى رب العالمين وعدم حاجته لمن يعينه أو أن يبقي ذكره جل وعلا. وفي هذه الآيات عموم ملك الله لجميع ما في الكون، بحيث لا يوجد شيء من الكون إلا وهو مملوك لله جل وعلا. وفي هذه الآيات تحريم أن يقول الإنسان على الله قولا بلا دليل، بل الواجب على العبد أن يتوقف مع الأدلة إثباتا ونفيا، سواء فيما ينسب إلى الله من صفات أو من أسماء أو من أحكام، فإن العبد لا يجوز له أن ينسب إلى الله إلا ما ثبتت صحته إلى الله في كتاب أو سنة. ولذلك يحذر الإنسان من الشبهات والمقالات الفاسدة التي تنسب إلى الله ما لا يتصح نسبته إليه جل وعلا. وفي هذه الآيات عظم عذاب أولئك الذين يكذبون على الله جل وعلا، وفيها التشديد في التحليل والتحريم بدون مستند من كتاب أو سنة. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالعبد أن يغتر بما متع به من أمور دنياه، فإن الله جل وعلا قد يعطي العبد شيئا من الدنيا على جهة الاستدراج له، وبالتالي يحذر الإنسان من أن يغتر بما في هذه الدنيا. وفي هذه الآيات أن العذاب الكبير والشديد هو عذاب الآخرة، وبالتالي ينبغي أن يكون حذر الإنسان من عذاب الآخرة أعظم من حذره من عذاب الدنيا. وقد استدل بقوله
بما كانوا يكفرون، أن نسبة هذه المقالات إلى الله كفر، وأن نسبة الولد إلى الله كفر. وفي هذه الآيات فضل الله على العباد بما أورده من قصص الأنبياء لتكون عظة وعبرة ودرسا يستفيدون منه في حياتهم. وفي هذه الآيات استحباب إيراد القصص الذي يشتمل على المواعظ والعبر. وفي هذه الآيات حماية الله لأنبيائه وأوليائه من أعدائهم الذين يريدون بهم الكيد، ولو اجتمعت قوى الأرض كلها على أن توقع ضرراً بعبد فلن تتجاوز فيه قدر الله جل وعلا. وفي هذه الآيات استحباب استمرار الإنسان في الدعوة إلى الله ولو في المدد المتطاولة، ولو كان يواجه بالتكذيب. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد عظم شأن التوكل على الله باعتماد القلب على رب العزة والجلال، فإن من كان متوكلا على الله كفاه وأبعد عنه أذى أعدائه. وحينئذ لا يعجب الإنسان بما لديه من قوة أو مهارة أو قدرات، فإنها لن تجدي عنه شيئا إلا بقدر من الله وحماية منه سبحانه وتعالى. فلا يغتر إنسان بما أوتي من أمور الدنيا، فإنها تخذله في أحوج ساعة يحتاج إليها. وفي هذه الآيات أن جميع قوى البشرية لن تستطيع أن تفعل شيئا في قدر الله في الكون إلا بقدر من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الأنبياء عليهم السلام قد أقاموا الحجج على أقوامهم وأوردوا عليهم من الأدلة والبراهين الشيء الكثير، ولكن سنة الله غالبة في عناد الكفار والمشركين. وفي هذه الآيات تصديق الإنسان بخبر الله جل وعلا ووعده، فإن نوحاً صدق وعد الله له بالحماية وحينئذ تحداهم فلم يستطيعوا معه شيئا. وفي هذه الآيات ظهور هذه الآية والدليل والبرهان الواضح لنوح عليه السلام، فإنه قال لهم أنا رجل وحيد وأنتم أعداد كثيرة وعندكم قوى وإمكانات، ومع ذلك تحداهم أن يقضوا عليه فلم يستطيعوا القضاء عليه. فهذه آية عظيمة وبرهان على صدقه عليه السلام. وفي هذه الآيات الترغيب في أن يتكون مقاصد الإنسان أخروية، بحيث يطلب ما في الآخرة ويسعى لتحصيل رضا الله لا أن تكون مقاصده دنيوية. فليس القصد من الدين مجرد تحقيق مصالح الدنيا، وإنما الدين يراد به أصالة إصلاح أوضاع العبد في آخرته. وبالتالي على الإنسان أن يسعى في كل أعماله لأن يستجلب رضا الله وأن يحصل أجر الآخرة، وليحذر كل الحذر من أن تكون مقاصده للدنيا. فلا يصومن صائم لمجرد صحة بدنه، ولا يصلي مصل
من أجل نشاطه أو من أجل أن يحقق الله له من أمور الدنيا، فإن هذه المقاصد والنيات تبطل أجر الإنسان وتفوته. وفي هذه الآيات أمر المؤمن بأن يسلم لله عز وجل، فيسلم لخبره فلا يتردد في تصديقه، ويسلم لأمره فلا يتردد في طاعته، بل يبادر للاستجابة له. فإن مقتضى إسلام الإنسان إخلاصه في نيته لله وتسليمه لنفسه في طاعة رب العالمين. وفي هذه الآيات من الفوائد أن سنة الله ماضية، فمن قضى الله عليه بعدم الهداية فمهما يأتيه من الأدلة والبراهين فإنه لن يتمكن من الاستجابة لها. وفي هذه الآيات أن سنة الله ماضية بنجاة المؤمنين وهلاك المكذبين في سنة باقية ماضية إلى قيام الساعة. وبالتالي يعلم العبد أن الله جل وعلا يجعل الأرض لأوليائه المؤمنين. وفي هذه الآيات أن الأنبياء السابقين كانوا يبعثون إلى أقوامهم بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد بعث إلى الناس أجمعين إلى أحمرهم وأسودهم وأبيضهم على اختلاف مواطنهم واختلاف ألسنتهم واختلاف أحوالهم. وفي هذه الآيات أن جميع الأنبياء قد جاءوا بدلائل وبراهين وبينات يؤمن على مثلها البشر، ومع ذلك فإنما تلقوا التكذيب من أقوامهم. وفي هذه الآيات أن الله لا ينزل العقوبة بالعباد إلا بعد قيام الحجة عليهم، كما قال: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وفي هذه الآيات الدعوة إلى تأمل الإنسان في أحوال الأمم الماضية وما نزل بهم من عقوبات متتابعة عند إعراضهم عن الحق والهدى. وفي هذه الآيات أن الهداية والضلال بيد الله جل وعلا، فهو يوفق من شاء من عباده للاهتداء ويضل من يشاء، وهذا بقدر من الله وتدبير منه سبحانه وخلق له جل وعلا. وهذا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة واختيارا، فإن العبد إذا اختار الضلال فهذا باختياره، واختياره لا يخرج عن قدر الله، فالله قد علمه وكتبه وشاءه وخلقه وقدره. فهذا شيء من فوائد هذه الآيات. فيها أيضا تحذير الإنسان من أن يستمع للمواعظ ثم يعرض عنها ولا يستجيب لها، وأن من كان كذلك فإنه يخشى عليه من نزول العقوبة. وفي هذه الآيات التحذير من الاعتداء وبيان أنه من أسباب الطمس على القلب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير، وأن يبارك فيكم، وأن يجعل عاقبة الأمور لكم إلى خير، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه، العاملين بسنة نبيه، السائرين في مرضاته، والمستمرين في عبادته بفضله وإحسانه، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا،
اللهم املأ قلوبهم تقوى وإيمانا، واجعل هذه العشر المباركة عشر خير على الأمة جمعا في دنياها وفي آخرتها، كما نسأله جل وعلا أن يكون مع المستضعفين من المؤمنين. اللهم سد جوعتهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، واوي عاريهم، وهيئ مسكنا لمشردهم، واجعل العاقبة لهم في كل الأمور خيرا. اللهم رد عدوهم عنهم خائبين خاسرين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وبارك فيهم، واجعل عاقبتهم في الأمور كلها إلى خير بفضلك يا رب العالمين وإحسانك. اللهم وفق ولاة أمر هذه البلاد لكل خير، واجعلهم صالحين مصلحين بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.